لسه مكملين مع حضراتكم في فقراتنا، وخلينا نروح لمبادرات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي بتواصل جهودها لدعم الاسر الاولى بالرعايه وادخال البهجه على افرادها خلال ايام عيد الاضحى المبارك. خلونا نعرف تفاصيل اكتر مع حضراتكم الاستاذ مصطفى زمزم، عضو مجلس امناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. صباح الخيرات استاذ مصطفى، وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين. اهلا وسهلا. طيب، يعني ايام كلها خير وبركه وفضل كده بين المصريين جميعا. كلمنا كده عن اللي بيقدمه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي للاسر في محافظات الجمهوريه في الايام اللي احنا عايشينها، ايام عيد الاضحى المبارك. في الحقيقه يمكن كل مؤسسات التحالف الوطني في خلال ايام عيد الاضحى المبارك بيتم العمل على ذبح الاضاحي وتوزيعها على كل الاسر الاكثر احتياجا، ويمكن كان الاهم كمان بالنسبه لكل الامانات المنتشره في جميع المحافظات، امانات التحالف الوطني في كل محافظه الجمهوريه، هو ادخال البهجه على الاطفال وزيارات وتوزيع هدايا على الاطفال في دور الايتام ودور الرعايه، توفير الساحات لصلاه العيد وادخال البهجه على المصلين في معظم الاماكن داخل المراكز والقرى المستهدفه من ضمن الخطط اللي بيقوم عليها الامانات داخل المحافظه. الحقيقه يمكن احنا بنتكلم على اكثر من 4 مليون اسره بتستفيد بشكل مباشر من توزيع اللحوم والاضاحي من كل المؤسسات داخل التحالف. بنتكلم على الاف من الاطنان من اللحوم بتوزع بشكل يومي. كم أسرة تحديدا كده نقدر نقول مستهدفة من قبل التحالف التنموي في أيام العيد؟ الحقيقة يمكن احنا بنتكلم على أكثر من 4 مليون أسرة. متوسط عدد الأسر بيبقى تقريبا من 5 أفراد، بيتم توزيع اللحوم بشكل مستمر بشكل يومي. يعني احنا يمكن تقريبا من بعد صلاة العيد في الأول يوم لغاية برابع أيام العيد، أيام التشريق بالكامل، بيتم الذبح والتوزيع. وأيضا هناك بعض المؤسسات داخل التحالف بيتم الذبح في أيام التشريق خارج مصر، وبتصل اللحوم بعد مثلا شهر أو 2 أو 3، ويتم حفظها وتوزيعها طوال السنة. الجديد كمان لهذا العام إن بعض المؤسسات بتوزع آلاف من الأطنان من المواد الغذائية بجوار توزيع لحوم الاضاحي، وده الحقيقه قيمه مضافه بتحصل في دعم الاسر الاكثر احتياجا. كمان معارض الملابس اللي تم اقامتها قبل ايام العيد بشكل مباشر، فكره ان يكون في دعم مباشر بكل دور الرعايه على مستوى الجمهوريه وادخال البهجه على اطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصه، وجود كل المتطوعين، الاف من المتطوعين، الحقيقه احنا بنتكلم على اكثر من 250 الف متطوع بيشاركوا في المؤسسات تبع التحالف والامانات، وتنظيم هذه العمليه الخاصه بالاماكن صلاه العيد او ذبح الاضاحي او حفظها او توزيعها. ففي خليه نحل بتشتغل في كل المؤسسات لخدمه الاسر الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه، وده كمان اللي بيحصل النهارده، ان كان بقى في قواعد بيانات مشتركه، قواعد بيانات مدققه وتم مراجعتها من خلال الامانه الفنيه للتحالف الوطني، فبقى عندنا كمان تركيز على دعم الاسر بدون تكرار وبدون ازدواجيه، وده بيقلل علينا كمان ان احنا ما نخدمش. هي كان عندنا بيبقى يعني نصل لاكثر من 250 الف أسرة ممكن يكون في تشابك ما بين طبعًا المؤسسات وبعضها. طبعا. طيب أستاذ مصطفى، يعني في النقطة دي تحديدا وحضرتك تقول في خلية عمل شغالة على مدار ال 24 ساعة، والحقيقة في أدوار كتير جدا أنتوا بتقدموا الدعم الأسر الأولى برعاية الحقيقة في خلينا نقول قطاعات كتير جدا. ده بيتطلب بكل تأكيد تقسيم الأدوار بين مؤسسات التحالف الوطني. عايز أعرف من حضرتك آلية التقسيم ده بتكون ماشية إزاي؟ في الحقيقة بدأ نشتغل عليه من أول ما تم تأسيس التحالف، وكان دورنا واضح جدا في بعض المؤسسات بتقوم بتدخلات طبية واضحة من خلال القوافل الطبية ومن خلال إجراء العمليات
تقليل قوائم الانتظار في المستشفيات سواء الحكومية أو الجامعية، ودعم بعض المستشفيات بالأجهزة المطلوبة أو المستلزمات، ومجموعات أخرى من جمعيات ومؤسسات التحالف بتقوم على التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعات أخرى بتقوم على الدعم الغذائي والأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا على مدار العام، وده كان بيدينا كمان الحمد لله قوة كبيرة جدا في الانتشار والتواجد داخل كل القرى، والنجاح نتكلم على أكثر من 5000 قرية مستهدفة وبيتكلم على أكثر من 30,000 عزبة وناجع وتابع، ودي الحقيقة أرقام كبيرة جدا طبعاً. قواعد البيانات بتاعتنا الحمد لله كانت تمتد ل 25 مليون مستفيد. جميل. بنعمل ان شاء الله على عام 24 25 ان احنا بنصل لاكثر من ال 25 مليون، لان طبعا في اسر بتنضم وبيتم ادراجها للمستحقين في ده هيخليني هيخليني اسال حضرتك استاذ مصطفى، مهم جدا فكره تحديث البيانات باستمرار للأسر الأكثر احتياجا في كافة أنحاء الجمهورية والقرى والنجوع، إزاي التحالف بيقوم بهذا العمل، عملية تحديث البيانات والتنسيق كمان ما بين كل الجهات تحت مظلة واحدة وهي مظلة التحالف التنموي؟ ده أستاذ محمد يمكن بدأنا من أول من عامين تقريبا، أن كل مؤسسة من مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني تم تسليم وإدراج بيانات المستحقين لديها بعد إجراء البحوث اللازمة والاستقصاء والكشف عن كل البيانات، بيتم إرسالها للأمانات الفنية والأمانة المركزية للتحالف الوطني ويتم إدخالها على قواعد بيانات موحدة. كنا بنكتشف في الأول طبعا أن في أسر ممكن تكون بتستفيد بشكل مباشر سواء مواد غذائية أو استفادة مالية أو بعض المشروعات مكررة لدى كل المؤسسات، وده الحال تم تنقيته أو تم فلترة هذه البيانات، ووصلنا الحمد لله يمكن لل 25 مليون مستفيد من كل المؤسسات، وبدأنا نشتغل على مدار السنتين اللي فاتوا إن احنا كل فترة طبعا بيتم تحديث هذه الأرقام وتحديث المستحقين وخروج بعض الاسماء لاسباب كثيره بقى طبعا وفاء او تحسن الظروف او حقيقه استاذ مصطفى يعني ده عمل عظيم، يعني كل الاشاده وكل التقدير ودايما كده سباقين في الخير. بنشكر حضرتك الاستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس امناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كل سنه وحضرتك طيب.